بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ دلوقتي الأول برانش في السبيشال امبريولوجي اللي هو ديفلوبمنت اوف يوروجينيتال سيستم، وهنبدأ باليورينري سيستم. الديفلوبمنت اوف ذا كيدني، الكيدني بيحصل لها ديفلوبمنت على 3 ستيجز. الفيرست ستيج بنسميه ديفلوبمنت اوف برايمري كيدني او البرونيفروس، السكند ستيج ديفلوبمنت اوف سكندري كيدني او الميزونيفروس، الثيرد ستيج ديفلوبمنت اوف ميتا نيفروس او التيرشري كيدني، ودي بيبقى البيرمننت كيدني. نبدا بديفلوبمنت اوف ذا برونيفروس. قبل ما نتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا برونيفروس، هناخد الاول فكره عن الامبريونيك ديسك اللي هو الفلات امبريونيك ديسك اللي بيتكون من 3 لاير، اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. وبعد كده الفلات امبريونيك ديسك الميزوديرم اللي جواه بيتقسم لتلات اجزاء: بارا اكزيال ميزوديرم، انترميديات ميزوديرم، ولاترال ميزوديرم. الانترميديات ميزوديرم اللي هنسميه بعد كده اللي هو نيفروجينيك كورد اللي بيطلع منه الديفلوبمنت بتاع اليورينري سيستم. احنا عندنا بعد ما بيحصل فولدنج بنلاقي النيفروجينيك كورد موجود ورا البروتينيوم اللي هو ريترو بروتينيال، والنيفروجينيك كورد بيمشي من الكرينيال اند لحد الكودال اند. والنيفروجينيك كورد هو اللي بعد كده بيدي ديفلوبمنت اوف ذا كيدني. ان الابر بارت بتاع النيفروجينيك كورد بيحصل له سيجمنتيشن وبيدي اللي هو البرونيفروس زي ما هنشوف دلوقتي، والميدل بارت بيحصل له سيجمنتيشن ويدي الميزونيفروس او السكندري كيدني، والكودال بارت او البلفيك بارت هو دي اللي هيدي البيرمننت كيدني او الميتا نيفروس. نشوف كده مع بعض. نشوف مع بعض بقى الديفلوبمنت بتاع البرونيفروس. احنا عندنا ادي قدامنا، ادي هنا ادي الامبريو، وعندنا هنا ادي هنا النيفروجينيك كورد. النيفروجينيك كورد السيرفايكال سيجمنت بيحصل له سيجمنتيشن هنا لسيجمنت اهوت 1 2 3 4 5 6 7، بيقول لك من 8 ل 10 سيجمنت، وكل سيجمنت هنسميها نفروتوم. كل واحدة من النفروتوم عبارة عن سوليد ماسز. النفروتوم دي بعد كده هتتحول لحاجة اسمها نفروسيل، يعني نفروسيل يعني جوه بدل ما كانت سوليد ماس هبقى جواها كافيتي. النفروسيل هيحصل لها اولونجيشن وتتحول هنا، نشوف الدياجرام التاني، لتوبيول هنسميها برونيفريك توبيول. والبرونيفريك توبيول هنا هتفتح وتعمل داكت هنسميها برونيفريك داكت اللي هتنزل لحد ما تفتح فين في الكلوكا. احنا عندنا دي هنا اللي اتكون عندنا دهوت اللي هو اسمه البرونيفروس او البرايمري كيدني. البرايمري كيدني بيحصل لها الديجينيريشن بتختفي، وهيتبقى منها بس البرونيفريك داكت عشان هتستخدم بعد كده في الديفلوبمنت بتاع السكندري كيدني اللي هو ايه الميزو نيفروس. يبقى هو هنا دي الديفلوبمنت بتاع البرونيفروس او البرايمري كيدني. عندنا هنا في الدياجرام هنا كده زي ما شايفين اللي هو بيحصل ديجينيريشن للبرونيفروس، ويبدا بعد كده اللي هو يحصل سيجمنتيشن في الميدل بارت عشان يدي الميزونيفروس. بنفس الطريقه ان النيفروجينيك كورد بيدي برضه سوليد ماسز، والسوليد ماسز تبقى فيها كافيتي، بعد كده يبقى تتحول لتوبيولز. بس التوبيولز هنا هنسميها ميزونيفريك ايه توبيولز. والميزونيفريك توبيولز اللي بتتكون عندنا هنا بتفتح في البرونيفريك داكت، بس البرونيفريك داكت في الحاله ديت هنسميها ميزونيفريك داكت. الميزونيفريك داكت اهي بتكمل وتفتح ايه في الكلوكا، ودي هنا. طب بس هنا عندنا البرونيفروس كان السيجمنتيشن من 8 ل 10 سيجمنت، هنا الميزونيفروس النيفروجينيك كورد في الميدل سيجمنت سيجمنتد من 80 ل 100 سيجمنت، يعني عدد الميزونيفريك داكت من 80 ل 100 ميزونيفريك ايه توبيول. طيب بعد كده تعالى بقى لو خدنا كروس سيكشن زي ما شايفين بالمنظر ده، في الكروس سيكشن
احنا عندنا هنا ادي الميزونفريك تبيول، وادي الميزونفريك داكت، اللي هنا ادي التبيول وادي الداكت في هنا اهوت، ودي موجوده ورا البروتونيوم. هنا في فولد من البروتونيوم هنا هنسميه هيروجينيتال ريدج، جاي وراه هنا كده اهوت. هنا تاني هنشوف كده في الكروس سيكشن قدامنا، عندنا هنا ادي هنا دي هنا دي الجات، ودي هنا الميزنتري بيسموه الدورزا الميزنتري، واحنا عندنا ريترو بروتونين حلها هنا الاورطة، وادي هنا يوروجينيتال ريدج، وهنا عندنا خدنا في الكروس سيكشن بيبان ميزونفريك اللي هو تبيول مع ميزونفريك ايه داكت. الميزونفريك هنا طبعا الاول كانت بتعمل فيزيكال اللي بيحصل لها اولونجيشن تدي ميزونفريك تبيول اللي بتفتح في الميزونفريك داكت. الميزونفريك تبيول بعد كده ليتر اون بتتحول الى اس شيب تبيول، ويطلع برانشز من الاورطة تدخل هنا في الميديال اند اللي بتبقى بعد كده زي ما شايفين بتبقى كاب شيبد عشان تعمل جلوميرولوس اهوت. هنا ادي الميزونفريك ايه تبيول، وادي هنا الجلوميرولوس اللي بتفتح في الميزونفريك ايه داكت. اتكون عندنا كده السكندري كيدني او الميزونفروس، وهنشوف بعد كده الفيت بتاع الميزونفروس اللي الفيت بتاعها بيختلف من الميل عن الفيميل زي ما هنشوف دلوقتي. الديريفاتيفز اوف ميزونفروس ان ميل، نبدا الاول بالديريفاتيفز بتاعت الميزونفريك تبيولز. الميزونفريك تبيولز ان ميل the upper group of the tubules degenerate، يبقى المجموعة الأبر degenerate. أما الميدل جروب واللور جروب بتاعت التوبيولز بتعمل أو فورم الفازا افرنشيا. الفازا افرنشيا اللي هي داخلة إيه في التستس، وبتكون كمان الهيد اوف ذا ابيديدمس اند البارا ديدمس. دي الديريفاتيفز اوف ذا ميزونفريك تبيولز ان ميل. The derivatives of the mesonephric tubules in the female. The mesonephric tubules in the female degenerate. Few rudimentary tubules remain forming epiphron and parophron. والإبيفرون والبارافرون عبارة عن small tubules موجودة جوه البرود ليجمنت of the uterus in female. The derivatives of the mesonephric duct in the male. نيجي بقى الميزونفريك داكت، احنا خدنا الميزونفريك تبيولز. عندنا الميزونفريك داكتس في الميل فورم البادي والتيل اوف ذا ابيديدمس والفاز ديفرنس والسيمينال فيزيكال والاجاكولاتوري داكت، وبتكون اليوريتريك باد اللي هتدخل بعد كده في تكوين اليوريتر مع الكدني، وبتكون كمان الترايجون اوف ذا يورينري بلادر. دي الديريفاتيفز اوف ذا ميزونفريك داكت ان ميل. الديريفاتيفز اوف ذا ميزونفريك داكتس ان فيميل. الميزونفريك داكت في الفيميل ديجنريت، وبارت من الميزونفريك داكت ريمين فورمينج الجارتنرز داكت واليوروتيريك باد اند الترايجون اوف ذا يورينري بلادر. يبقى كده خدنا الديريفاتيفز بتاعت الميزونيفروس ان ميل اند فيميل. لو جينا بصينا للدياجرام قدامنا هنا كده، ادي الميزونيفريك داكت والميزونيفريك تبيولز. لما هنا زي ما شايفين كده بتدخل لما بتكون التستس او الجينيتال سيستم، بنلاقي الميزونيفريك تبيولز وداكت داخله في تركيب الميل جينيتال سيستم زي ما شايفين كده. الابر جروب دي جينيريت اهوت، وهتدي هنا اتبقى من حته بسموها الابندكس بتاعت التستس. اما الميدل واللور جروب داخله في تكوين الفازا افرنشا مع الهيد بتاعت الابيديدمس. بقيه الداكت زي ما شايفين كده بتكون التيل بتاع الابيديدمس والفاز ديفرنس، وتكون بعد كده السيمينال فيزيكال بالاجيكلاتوري داكت، والجزء بعد كده اللي مش باين قدامنا في الدياجرام اللي داخل في اليوروتيريك باد والترايجون اوف يورينري بلادر. دي دياجرام يعني بيقرب لنا الصوره للديريفاتيفز اوف ذا ميزو نفريك داكت اند تبيولز ان ميل.
ال development of the metanephros او ال permanent kidney. لو جينا شفنا في الدياجرام اللي قدامنا، عندنا الكودال بارت بتاع النفروجينوك كورد، ادي الجزء دوت، دي اللي هيطلع منه ال permanent kidney. ازاي هنشوف مع بعض؟ اول حاجة الميزونيفريك داكت، ادي الميزونيفريك داكت اللي داخلة فاتحة في الكلواكة. الميزونيفريك داكت بيطلع منها يوروتيريك بد، اليوروتيريك بد بتكبر وتدخل تلمس اللي هو الكودال بارت اوف ذا نيفروجينيك كورد، ونسميه ميتا نيفريك كاب. هنشوف اهو قدامنا، ادي اليوروتيريك بد طالع بيلمس اللي هنا النيفروجينيك كورد ويتحول لايه؟ لميتا نيفريك كاب. اهو زي ما شايفين عندنا، ادي اليوروتيريك بد هنا بيلمس الجزء اللي هو الكودال بارت بتاع النيفروجينيك كورد، عمل حواليه ميتا نيفريك كاب. هيبدا بعد كده اليوروتيريك بد يتقسم اتنين ميجور كاليسز زي ما شايفين هنا كده. بعد كده كل واحده من الميجور كاليسز تتقسم لمجموعه ماينور كاليسز، ادي الماينور كاليسز اهو بدأت تظهر عندنا. بعد كده اهوت الماينور كاليسز، بعد كده هتبدأ ادي الماينور كاليسز اهي، هتي هي كمان هيحصل لها ديفيجن بعد كده عشان تدي مجموعة من الكوليكتنج داكت. زي ما شايفين كده عندنا ادي اليوريتر وادي هنا الميجور كاليسز ماينور كاليسز. الماينور كاليسز بعد كده تتقسم لمجموعة كوليكتنج داكتس زي ما شايفين هنا كده. الجزء ده هنسميه الكوليكتنج بارت بتاع بتاع الكدني. هيبدأ نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل في الاكسكريتوري بارت او الديفلوبمنت بتاع النفرون، ان الكوليكتنج داكت بعد كده كل واحدة من الكوليكتنج داكت هتكون قصادها النفرون زي ما هنشوف في الخطوة اللي جاية بعد كده. هنكبر جزء كده، ناخد جزء من الكوليكتنج داكت اللي انا بشاور عليه عشان نشوف النفرون هيحصل فيه ايه. الديفلوبمنت بتاع النفرون، احنا عندنا الميتا نفريك كاب بيحصل لها ديفيجن الى سيل كلاسترز. السيل كلاسترز بتبقى بتعمل كاب حوالين الاند بتاع الكوليكتنج داكت. هنا ادي السيل كلاسترز وادي الاند بتاعت الكوليكتنج داكت. السيل كلاسترز بعد كده هتعمل سوليد ماسز اهو، هنشوف كده اهو بتعمل هنا ادي سوليد ماسز. السوليد ماسز بعد كده هيحصل لها كانالايزيشن زي ما احنا شايفين، وهتدي هنا رينال فيزيكل. بعد كده اهو عندنا الفيزيكل ده بعد كده بيحصل فيها هتكون اللي هو النفرون باجزائه المختلفه اللي هو الجلوميرولوس والبروكسيمال كونفوليوتد توبيول والديستال كونفوليوتد توبيول واللوب اوف هانل اللي هو اجزاء النفرون اهوت. ادي الفيزيكل الفيزيكل زي ما شايفين كده هتبدا اهيت تعمل اجزاء النفرون المختلفه اهو اهو زي ما شايفين هنا عندنا النفرون. هنا ادي الجلوميرولوس هنا تافت اوف كابيل عشان تعمل جلوميرولوس والبروكسيمال كونفوليوتد تبيول واللوب اوف هينل بعد كده والديستال كونفوليوتد تبيول. اتكون دلوقتي هنا الاكسكريتوري بارت اللي اتكون من الميتانيفريك كاب اللي هيفتح في اللي هو الاند بتاعت النيرست بارت او نيرست كولكتنج داكت، الكولكتنج داكت اللي جنبيه. يبقى كده النفرون اتكون والبيرمننت كدني اتكونت في الاسبوع العاشر من من البريجننسي. نشوف كده تاني على الدياجرام، ادي الميزونيفريك داكت بيطلع منها يوروتيريك بد، اليوروتيريك بد بيلمس الميتانيفريك كاب اهو. بعد كده اليوروتيريك بد بيتقسم ميجور كاليسز
والميجور كاليسز يدي مجموعة ماينور كاليسز، وكل واحدة من الماينور كاليسز تدي مجموعة كولكتنج داكت. بعد كده الميتانيفريك كاب هيكمل النفرون زي ما هنشوف تاني. نرجع تاني عندنا هنا، ادي اللي هنا اليوريتريك بد والميجور كاليسز والماينور كاليسز، وادي الكولكتنج داكت. هنيجي نشوف بقى هنا قصاد الكولكتنج داكت يحصل يتكون كلاسترز اوف سيلز، بيبقى تعمل سوليد ماسز، والسوليد ماسز بعد كده تدي هنا رينال فيزيكل. الرينال فيزيكل بعد كده يحصل لها الونجيشن عشان هتدي هنا اجزاء النفرون. هتكون بعد كده هنا اللي هو الكبسول اللي هو باومانز كبسول، اللي بيدخل فيه هنا تافت اوف كابيلرز عشان تعمل هنا جلوميرولاس، وبعد كده يتكون هنا اللي هنا البروكسيمال كونفوليوتد تبيول واللوب اوف هينل والديستال كونفوليوتد تبيول، وبعد كده الديستال كونفوليوتد تبيول هتفتح زي ما شايفين كده هنا في الكولكتنج ايه كولكتنج داكت. يبقى كده اتكونت البيرمننت كيدني. بعد كده بيحصل بوزيشن تاني ان الكيدني اللي اتكونت هنا اتكونت في البلفس، لان طالعه منين؟ طالعه من الجزء اللي هو الكودال بارت بتاع النيفروجينيك ايه كورد. يحصل هنا تشينج اوف بوزيشن، يعني الكدني اتكونت في البلفس المفروض تطلع في النورمال بوزيشن بتاعها في الابدومين، يعني بيحصل لها مايجريشن من البلفس للابدومين زي ما هنشوف في الخطوه اللي جايه. نشوف بقى الكيدني اللي هو البيرمننت كيدني اتكونت في البلف زي ما هنشوف، هيحصل لها مايجريشن وهتطلع لفوق لحد ما تاخد النورمال بوزيشن بتاعها في الابدومين. طبعا الكيدني بتبدا مايجريتد ابورد، والبلاد فيزلز بتاعها في كل مرحله بتاخد اللي هو رينال ارتري من النيبرنج بارت اوف ذا هنا بلاد فيزلز، يعني بتاخد من الكومن الياك، وبعد كده تاخد من الاورطة، وبعد كده تطلع تاخد من فوق من نورمال بوزيشن بتاع الرينال ارت زي ما هنشوف في الخطوات قدامنا. ادي هنا ادي الكيدني وادي اليوريتر، ابدا يحصل مايجريشن، بتطلع لفوق تطلع لفوق. طبعا الميزونيفريك داكت اهيت، ودي داخله في الجينيتال سيستم بعد كده زي ما اتفقنا وقلنا اهوت، ادي بتطلع وادي الرينال ارتري بيغير البوزيشن بتاعه اهوت. بعد كده الرينال ارتري اللي كان موجود هنا قبل كده ديجنريتد، وادي البيرمننت رينال ارتري اللي هو طالع من الابدومينال اورتا اوبزيت سكند لامبر فيرتبري، وادي هنا اليوريتر وهو نازل هيفتح في اليورينري ايه بلادر اللي هناخد ديفلوبمنت بتاعها في الخطوه اللي بعد كده. يبقى كده حصل عندنا ان الكيدني غيرت البوزيشن بتاعها او مايجريتد من البلفس للابدومين اللي هو نورمال بوزيشن. الكونجنتال انوماليز بتاعت الكيدني نمره واحد رينال ايجينيسيز. ايجينيسيس يعني الاورجان ما تكونش ديو تو فيلير اوف ديفلوبمنت اوف يوريتريك باد، يبقى ايجينيسيس ما فيش كيدني خالص، ممكن تكون يونيلاترال او بايلاترال، وطبعا لو كانت بايلاترال الفيتاس ما بيكملش وبيموت، اما اللي هو يونيلاترال ممكن حد يتولد بايه بوان كيدني ايجينيسيس. نمره 2 زي ما شايفين قدامنا في الدياجرام فيها اسمها بلفيك كيدني، يعني الكيدني اتكونت في البلفس وما حصلهاش مايجريشن، ما طلعتش في النورمال بوزيشن. بلفيك كيدني ممكن تكون برضه وان كيدني او تو كيدني، هنا في الدياجرام اللي قدامنا اللي هو بلفيك كيدني يونيلاترال. اللي بعد كده في هورس شو كيدني. هورس شو كيدني يعني احنا عندنا اللور بول بتاع البوس كيدني فيوز توجذر، يعني الكيدني من تحت فيوز مع بعض معديه قدام الابدومينال اورتا زي ما شايفين كده، بيسموها هورس شو كيدني. زي ما شايفين في الدياجرام اللي قدامنا في دبل يوريتر، يعني بدل ما يطلع يوريتريك بد واحد بيطلع اتنين يوريتريك بد، وهنا زي ما شايفين في A في B احنا عندنا اليوريتر هنا بيبقى بايفوركيتد من فوق، بعد كده بتجمع في وان يوريتر. ومن ضمن الانوماليز برضه اكتوبيك يوريتر، احنا شايفين اليوريتر نورمالي بيبقى فوق نازل يفتح في اليورينري بلادر اللي هو باللون الاصفر، اما ساعات يكون في اكتوبيك يوريتر، اليوريتر زي ما شايفين هنا كده بيبقى نازل فاتح مثلا هنا في الفاجينا،
وطبعا في جزء تاني نازل بدل ما يفتح في البلادر نفسها بيفتح فيه هنا في اليوريثرا. هنا دي بسموه اكتوبيك ايه يوريتر. واخر حاجه اتريزيا اوف ذا يوريتر، يعني اليوريتر بيبقى ايه بقى ما فيش كانالايزيشن، بيبقى مقفول، ودي اسمها اتريزيا اوف يوريتر. عندنا من ضمن الكونجنات الانوماليز حاجه اسمها بولي سيستيك كيدني. البولي سيستيك كيدني ان احنا عندنا النفرون اللي اتكون ما فتحش في الكولكتنج داكت، فيبدا النفرون لما يشتغل يعمل اكسكريشن لليورين، اليورين ما بيوصلش للكولكتنج داكت ولا اليوريتر، فيظهر الكدني على هيئه سيست، سيست فقاعات مليانه ميه، دي اسمها بولي سيستيك كيدني. من ضمن الكونجنتال انوماليز اللي في الصوره قدامنا بيبقى دبل يورينري تراكت، ممكن يكون دبل كدني مع دبل يوريتر، يعني كل كدني مستقل هنا. طبعا ممكن يكون يونيلاترال وبايلاترال، ممكن الواحد يكون عنده كلية زيادة اللي هو ده هنا دبل كدني مع دبل يوريتر. عندنا ادي برضو صورة تانية للهورس شو كدني، ان اللور بول بتاعت الكدني فيوز مع بعض بتعد قدام الاورطة والانفروفينيكيفا، دي الهورس شو كدني. development of the renal bladder. قبل ما اتكلم على development of the renal bladder هنيجي نشوف هنا الجزء اللي هو ده، هو دي نهاية الجت والحتة دي بسموها كولوكا. احنا عندنا الميزونيفريك داكت هي فاتحة في الكولوكا، والميزونيفريك داكت قلنا طالع منها يوريتريك باد واليوريتر والكدني، دولت برضو فاتحين فين في الكولوكا. ايه اللي هيحصل في الكلواكة بقى؟ احنا عندنا كلواكة الميزوديرم بيجي بيكون سبتم اهوت، عشان باسم الكلواكة لجزئين اتنين، جزء فنترال وجزء دورزال او جزء قدام وجزء بوستيريور، والسبتم ده هنسميه يورو ريكتال سبتم، يورو ريكتال ايه سبتم، بيقسم لنا البلادر لو تو بارت، الجزء اللي قدام هنسميه يورو جينيتال ساينس، ودي داخل في تركيب اليورينر بلادر واليوريثرا وجزء من الجينيتال سيستم زي ما هنشوف بعد كده، والجزء دوت هنسميه هنا ايه ريكتو انال ساينس اللي هيدخل في تركيب الريكتم والانال كانال. اهوت هنشوف دلوقتي ازاي الكلوكة بتتقسم. ادي الاجزاء بقى هنا، ادي اليورو ريكتال سيبتم، اي اهو قدامنا ادي اليورو ريكتال سيبتم بيقسم بيقسم بيقسم، اهو كده خلاص اتقسمت كده زي ما شايفين كده، اتقسمت عندنا الكلواكة لجزئين اتنين، اليورو جينيتال ساينس قدام والريكتو انال ساينس ايه في الباك اهوت. وهنكمل مع بعض نشوف بقى ازاي اليورو جينيتال ساينس هيكون ايه البلادر. ادي الاجزاء بتبان قدامنا. دلوقتي عندنا هنا اليوروجيتال ساينس اهوت بيتقسم اجزاء، الجزء الابر بارت هنسميه فيزيكال بارت، والجزء اللي بعد كده هنسميه البلفيك بارت، والجزء الاخير هنسميه الفاليك بارت، دي اجزاء اليوروجيتال ساينس. هنيجي نشوف طبعا الفيزيكال بارت هيدي اليورينر بلادر وجزء من اليوريثرا اللي هو الابر بارت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا، اما البلفيك بارت هيدي اللور بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا مع الممبرينس بارت، اما الفاليك بارت ده هيدي البنايل يوريثرا. هنيجي نشوف دلوقتي عندنا اهوت، دلوقتي زي ما شايفين كده اليورينال بلادر اتكونت هنا، وادي البلفيك بارت هنيجي نشوف عندنا، ادي الفيزيكال بارت بتاع اليوروجينتال ساينس هنكبره وناخده لوحده هنا كده اهو، ادي هنا الفيزيكال بارت قدامنا، هنا في الفيزيكال بارت
بيفتح عندنا الميزونيفريك داكت ادي رايت وادي ليفت في الناحيتين، وخلي بالنا الميزونيفريك داكت طالع منه يوريتريك بد. المفروض بعد كده الجزء اللي هو الجزء اللي انا بشاور عليه، الجزء اللي هو ده هو هيحصل له ابزوربشن جوه الفيزيكال بارت، ابزوربت جوه وهيدخل جوه عشان يكون جزء من الميوكاس ممبرين بتاع اليورينال بلادر اللي هنسميه الترايجون. وهنلاقي بعد كده هنا اليورتر يفتح سيبرت، وهنا الميزونيفريك داكت تفتح ايه، كل واحد يفتح منهم ايه سيبرت عن بعض. اهو هنشوف كده حصل ابزوربشن جوه جوه، هنا دخل كل اهو جول ابزوربت هنا وكون عندنا الترايجون، وكل جزء فتح سيبرت عن التاني اهوت. وبعد كده زي ما شايفين قلنا الجزء ده هيدي الفاز ديفرنس هنا مع هنا طبعا، وداخل في التستس، ودي هناخده في الجينيتال سيستم، وادي اليوروتيريك بد هو ايه بيفتح فوق يفتح اليوريتر ايه سيبرت اهو. يبقى انا الفيزيكال بارت ادى البلادر، وهيشارك في جزء في البروستاتيك ايه يوريسترا اللي هو الفيزيكال بارت. طبعا دوت الميوكاس ميمبرين بتاع البلادر، يعني البلادر دوت دي الميوكاس ميمبرين فقط بتاع البلادر. اما المصل بتاعت البلادر هتدي هنا من السراوندنج ميزوديرم هتحوت الميوكاس ميمبرين عشان تدي المسلز اوف ذا يورينري بلادر. عايزين نشوف بقى اليوريسترا. بقى اليوريسترا احنا اتفقنا الفيزيكال بارت بيدي البلادر وجزء من البروستاتيك يوريسترا، والبلفيك بارت هيدي الجزء اللي فاضل من البروستاتيك يوريسترا مع الممبرينس روس. اما البنايل بارت جاي منين؟ جاي من الفاليك بارت اهوت، عندنا اتقسم هنا كده اهو. الفاليك بارت بيبدا يحصل له اولونجيشن يدخل في البينس زي ما شايفين هنا كده، هنا ادي البينس اهوت اللي داخل فيه الفاليك بارت. وهنشوف طبعا بعد كده ديفلوبمنت اوف ذا بينس ايه في الجينيتال سيستم. المهم الفاليك بارت ده داخل في ايه، في هنا البنايل ايه يوريسرا. دي بالنسبه للميل، لان هنا الجزء ده هيدي البينس بعد كده، وزي ما هنشوف بعد كده في الجينيتال سيستم، وداخل فيه اليوريسرا اللي هو البنايل بارت. في الفيميل بقى في هنا اليوريسرا بتفتح في الفيستيبيول بتاع الفاجينا، فيعني لها علاقه في الديفلوبمنت بتاع الفاجينا اللي هنقوله برضو في الجينيتال سيستم. بس مبدئيا الفاجينا مع اليوترس والفاجينا وكده جايين من حاجه اسمها بارا ميزونيفريك داكت اللي هنجيلها بعدين، اللي هتكون جزء من هتكون اليوترس مع الفاجينا. وهنا اليوريسرا بتفتح في الفيستيبيول اوف ذا فاجينا قدام زي ما هنشوف كده مع بعض. هنا الكلواك هتتقسم هنا في الفيميل اهوت، وادي البارا ميزونيفريك داكت اللي هي هنا اهيت بتدي اليوترس مع الفاجينا. ولما بيحصل سيبريشن زي ما شايفين هنا كده، هنا ادي هنا الجزء اللي هو الكليتروز اللي كان زي البينس في الميل، وهنا دي الفيستيبيول هنا، ودي هنا الجزء من الفاجينا بيفتح في الفيستيبيول، والجزء دهوت هيبقى هنا اليوريسرا بتاعت الفيميل. الكونجيت الانوميليز بتاعت اليورينال بلادر هنستعين بالدياجرام اللي قدامنا. احنا دلوقتي البلادر اليورينال بلادر اتكونت من اليوروجينيتال ساينس، وهنا والالانتويس بنسميها اليوريكاس اللي داخله في الامبليكال كورد. اول حاجه في الكونجيت الانوميليز بنقول في حاجه اسمها يوريكال ساينس. ساينس يعني اليوريكاس المفروض نورمالي بيحصل لها اوبليتريشن وتدي ميديان امبليكال ليجامنت اوبليتريتد يوريكاس. طيب اليوريكاس لو استنت باتنت استنت مفتوحه فبتفتح اليوريكاس عند الامبليكاس، ودي بنسميها يوريكال فيستولا. فيستولا ان اليوريكاس فاتحه عند الامبليكاس. نمره 2 يوريكال ساينس. اليوريكال ساينس
ان الجزء اللي ماسك في البلادر حصل له اوبليتريشن، اما الجزء اللي هنا الديستال بارت اللي فاتح عند الامبليكس ما حصلوش اوبليتريشن. يعني كاننا عندنا ساينس من عند الامبليكس، كان جيب كده داخل من عند الامبليكس، اسمها يوريكال ساينس. طيب لو اليوريكاس حصل لها اوبليتريشن في البروكسيمال والديستال بارت، والميدل بارت بتاعها استنى باتنت، يعني حته في النص ما اتقفلتش، فهتعمل سيست اسمها يوريكال سيست. يبقى احنا عندنا يوريكال فيستولا، يوريكال ساينس، يوريكال سيست. احنا عندنا برضو هنا السبتم دوت اللي هو اليوريكتال سبتم، لو انكمبليت سبتم يبقى فيه هنا فيستولا ما بين اسمها ريكتو فازيكال فيستولا. اخر حاجه في الكونجيتال انوماليز، المفروض ان الميزوديرم اللي حوالين اليوروجيتال ساينس او حوالين البلادر، الميزوديرم ده هنا بيدي المسل بتاعه البلادر. ساعات الميزوديرم ما بيعملش مسل حوالين البلادر ونسميها اكتوبيا فيزايكا. في الحاله ديت البلادر عباره عن ميوكاس ممبرين من غير مسل. الميزوديرم اللي حوالين البلادر اللي بيدي المسل حوالين البلادر هو نفس الميزوديرم اللي بيدي المسلز اوف ذا انتيرو ابدومينال وول. يعني في حاله الاكتوبيا فازيكا اللي ما فيش مسل حوالين البلادر ولا في مسل في الانتيرو ابدومينال وول، ودي حاله اسمها اكتوبيا فازيكا.